مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. مدينه سطه البيضاء، رفقه هذه الام اللي الابنه ديالها كتعاني من مرض خطير على مستوى الراس. الزوج ديالها عنده مرض نفسي وما بقاتش معاه، ولات خارجه مسكينه الزنقه، مرات بات عند اختها، مره اخوها، كل مره وفين كتبات. تلات بها الايام بعد ما كانت عايشه بخير، ولات عايشه في صراع مع الشارع. فكنتمنى اليوم من المحسنين انهم يوقفوا معها ويعاونوها. قلت لك برا نتسناو الاذان يسالي حيت ما خصناش نهضروا. السلام عليكم اختي. انا القصه ديالي راجعي جاه مرض نفساني، وعندي بنيه مريضه عندها مرض الصرع في الراس، وانا اختي العائله حتى واحد ما بغاني، يعني اللي مشيت عندو كيرفضني، اللي مشيت عندو كيجري عليا، ما باغنيش وما عنديش في غنسكن والو. انا كنطلب من المحسنين غير يساعدوني، غير هادي شهرين ديال المدرسه اللي باقا لبنتي، ما قديش نخرجها من المدرسه ونحيدها من المدرسه، ما قديتش، باقا لها هادي شهرين تحبس، ما عنديش كي غندير. الله يرحم ليكم الوالدين اللي شاف هاد الفيديو يساعدني، غير يكري لي بيت غير هادي شهرين تكمل بنتي، غير هاد شهر 5 وشهر 6. الله يرحم ليكم الوالدين، يعني معرضه لاي. ما عرفتش دابا انا والله اختي ما عرفتش شنو غنعطيها، ما عرفتش اني يعني واش مشرده غير في الزنقه ربع سنين، وانا هازه ساكي وهز بنتي وكندور من دان عند خويا لعند اختي لعند اختي اخرى، حتى واحد ما كيبغيني. اللي كس عندو سيمانه صافي كي خاصك تبعدي منه، ودابا تحبس على المدرسه ديال بنتي، ما يعني عائلتي كامله حتى واحد ما عاقل عليا، حتى واحد ما شايف فيا بعين الرحمه. كنطلب من المشاهدين ومن المحسنين اللي وصلوا هذا الفيديو حنقلبوا، راه عندي بنيه مريضه وانا مشرده، والله القسم 50 درهم ما عنديش في جيبي والو. دابا بنتي الا ما شربتش ديباكين ديال الصرع كتغيب طيح. ديباكين كتشربوا ديال الصرع، وكتشرب عندها فقر الدم الحاد، كتاخذ فاني الدواء ديال فقر الدم، والخطر فيه هو ديباكين، ما خصهاش حيدو. كتحيد ديباكين تغيب في البلاصه، تغيب. وهذا الشيء راه عندي اوراق، وماشي كندوي عهكوك، عندي الوراق، درت ليها غير في هذا الشهر ربعه، درت ليها ليريم، درت ليها الشبكه، الدواء هزاه لها، يعني ما خصهاش حيدو الدواء، عندها بحال الهواء، نحبس عليها الدواء تشد كريز. وكنطلب من المشاهدين الله يرحم الوالدين اللي شاف هذا الفيديو، غير بيت، غير وخا غير سده، غير سده فين تكمل بنتي قرايتها، غير نتستر انا وياها من الزنقه ومن الضياع، مشردين ما وبنيه ما عنديش غنغامر نبات انا في الزنقه، عندي بنت ما نقدرش نبات انا وياها في الزنقه. ما نقدرش كي غديري يلاه. ما مشيت ديتها اليوم للمدرسه، بقيت نبكي في باب المدرسه، الاساتذه كلشي قالوا لي ما غنعطيوكش انتقال، انا بغيت ندير لها انتقال ونخرجها زعما من المدرسه صافي، ونشوف نضيع ولا شو، ما عنديش الحل كي غندير، يعني الدار في دارك عارفينها، ما يلاه شكون غادي يرحمك، شكون غادي يدخلك، شكون ما كاينش اختي. والدريه مريضه ما شاربهاش الدواء، تقدر يشدها كريز في الزنقه، يقدر اش غنقول لك اختي، الحمد لله ولا اله الا الله، هادشي اللي غنقول لك.
اللي في قلبه الرحمة وكيصدق وكيعرف بينه وبين الله راني فوق محتاجة. إلا قلت لكم محتاجة قليلة، فوق محتاجة، فوق محتاجة. عندي الدرية مريضة، عندي المشكل ديال السكن، ما عنديش فين غنسكن. درية هي داخلة المدرسة ما صدتش فين غنكمل ليها. لا إله إلا الله، هادشي اللي غنقول لك. آمين أختي، آمين.